كشف حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان السبب وراء أزمة الدواء، قائلا أنه كان هناك صعوبة في توفير العملة التي يتم استيراد المواد الخام للأدوية بها الفترة الماضية، مؤكدا انتهاء الأزمة بعد توفير العملة وبالتالي توفير المواد الخام للمصانع أيضا، موضحا أن دورة إنتاج الدواء وإعادة المخزون الاستراتيجي مرة أخرى يستغرق من 4 إلى 5 أشهر. وأضاف أيضا أن مصانع الدواء عادت تعمل بكامل طاقتها منذ شهر يونيو الماضي، وبالتالي بدأ سوق الدواء يشهد انفراجة كبيرة خلال الأشهر الجارية، وكل يوم تتوافر الأدوية التي لم تكن موجودة قبل ذلك وكان يصعب الحصول عليها. وأكد انتهاء أزمة الدواء وتوافره تباعاً كل يوم في الأسواق والصيدليات وكذلك في المستشفيات، مشيرا إلى أن المصانع الوطنية للدواء تنتج أكثر من 91% من احتياجاتها، والمواد الخام يتم استيرادها من أماكن معروفة ومعتمدة على مستوى العالم، وبالتالي الدواء المصري فاعل ويتميز بجودة عالمية ويتم تصديره إلى أكثر من 80 دولة على مستوى العالم.